اخوان السلام عليكم. اليوم جينا عند الاخ زين العابدين باش يعلمنا واحد الدرس المولوع الكبير تبارك الله، صاحب صفحه شرالف ايماندي. بالنسبه للصفحه ديال رالف ايماندي راه كامله ماجيسكيل، ويبغي يدخل يتولع مع خويا عبدو زين العابدين، يدخل ويكتب رالف ايماندي، وغادي نخليو لكم اللين ديال الصفحه ديالو باش تستافدوا من فيها العنوان، وكذلك غنخليوه في اول كومونتير. ما عليكم الا تدخلوا تابوناو وديروا لي لايك وشام وبارطاج وتابوناو عنده، اللهم يسر. دابا غادي نعطيو الكلمه الاخ عبدو باش يعطينا يبدا يعطينا التدريب وشنو الدرس ديال اليوم. اليوم معلومات مفيده لم تكن تعرفها، على بركه الله. السلام خويا حماده. خويا اليوم الحصه ديالنا ديال اسي كلشي، غنوريو الناس كيفاش كيفاش يخدموا معاه الكليباتهم اسي كلشي غير في الدار. زيدي اجي مان، زيدي انا غنخدم معاه بكاشير، كل واحد غادي يختار لوبجي ديالو اللي غيخدم به. انا كاشير مندي اسي حمو كاين باش غادا معاه. سير سير زيد يا جمال سير اسي. ملي كدير اسي كتعطيها المكافاه ديالها، ما داش اسي ما تعطيهاش المكافاه، ترى بلاصه بلا اي حاجه كديرها بالمقابل. زيد يا جمال سير اسي على الناس اللي شبعوني واللي شافوا الصبح، راه شافوا الدرس الاول البارح، راه حطيتو في البيت هذا الدرس الثاني. زيد هايا كلشي كنخدمو مع بحال موقف. ساهل يا مان، ساهل يا مان كلشي. كلشي مان ساب ساب يا مان. ايه كلشي مان كلشي مان ساب يا صافي كلشي مان ساب. اصلي كلشي كلشي مان ساب يا مان. اصلي ساب كلشي ماشي كلشي السؤال اللي بغيت نسولك اخويا، هاد اسي كلشي درس مزيان، غيدخلوا عندك الصفيحه ديالك وغيشوفوا هاد الامور كامله. بغينا نعرفوا واحد الحاجه، شحال نقدر نخدم معاها هاد اسي كلشي؟ على حساب الكاركتر ديال الكلب. من الى تقريبا تقدر تخدم معاها غير الحصه الاولى تشدها، تقدر تخدم معاها سيمانه، تقدر تخدم معاها 4 ايام 5 ايام. كاين الكلب راسو قاصح، كاين الكلب راسو غير كيشد كاركتر. انا نزلت معاها البارح واليوم ما شدتش بخير. اذا الام حطيتها البارح في الفيس وهي اليوم الحصه. والصفحه ديالك شناهي؟ رالف ايماندي. غيلقاوها في اول كومونتير وكذلك في العنوان. اليوم كان هذا الدرس ديالنا ديال اسي كلشي. المهم راه في الصفحه ديالو راه كيدير هادشي بالتفصيل بكاشير، وتقدر تخدم من غير كاشير ياك خويا عبدو زي العابدين. لوبجي ديال الكلب يقدر يخدم لك القرع، يقدر يخدم التشينيس حتى هو الكلب ديالك. وانا كنظن ان الماكله افضل. لا على حساب، يقدر الكلب ما يبغيش يخدم لك بالماكله. اذا خاصك تفهم الكلب ديالك. اول حاجه تعرف تختار لي لوبجي ديالك. المهم الاخوان كانت هذه هي الحصه الاولى، ان شاء الله مازال غنجيو عند خويا سي العابدين نديروا معاه حصص، وكذلك انتوما دخلوا عنده الصفحه ديالو وتابوناو عنده وبارطاجيو وديروا لي كومونتير، غادي نشوفوا كل شيء زوين ان شاء الله. شكرا خويا سي العابدين، الله يسخر لك الامور. شكرا لك بزاف.